نقص الوقود في ذي قار مشكلة مزمنة وليست أزمة عابرة كما يؤكد سكان المحافظة الذين يقفون كل يوم في طوابير محطات التعبئة أملاً في نيل حصة من الوقود. محطات الوقود الأهلية فضلاً عن الحكومية تغلق أبوابها أمام المستفيدين بداعي قطع الطرق أمام صهاريج الوقود القادمة من خارج مدينة الناصرية وتأخر وصول الإمداد للمحطات، ما أثار غضب وامتعاض الأهالي خاصة أولئك الذين يتخذون من مركباتهم مصدر رزق لهم. احنا عيشتنا على السيارات، جيت هسه من الناصرية للرفاعة ماكو بنزين، هسه بنزين ماكو، هسه زين احنا عيشتنا على السيارات، كل احنا عندنا عوائل كسبة، زين هسه شلون بالله هسه هاي بنزين ماكو، هسه هاي ازدحامات بس هاي بيها، بس هاي الحكومة بس هاي مال الرفاعة بيها. اي ماكو ازدحامات بنزين ماكو دوم، كل فترة قاطعين البنزين ماكو، وهاي تشوف الازدحامات والهوسة صايرة هاي على البنزين، واحنا على باب الله نشتغل عبرية وكل شيء ما قاعدين ساكتين والله، لا شغل ولا عمل. مشكلتنا البنزين ليش يقطعون عينا؟ شكو شنو المستفادين الحكومه؟ شنو هسه احنا خلونا يعني ما سووا اي شيء، الفائده شنو؟ ما اعرف على شنو هسه قاطعين البنزين هم اليوم، شكو ليش؟ لا نطالب بتقاسم السلطه مع السياسيين، بل نطالب بتعبئه سياراتنا بالوقود، يقول ساخرا احد المتضررين من الازمه. هسه الفلوس ما اريدها، البرلمان ما اريده، نريد مبارك نعيش. هسه ليش النفط العراق هذا بالخير ليش قطعوا علينا؟ ليش هاي الناس؟ الله وكيلك من البصرة، أنا هاي جيتي من البصرة جيت وظل هنا، هاي سيارتي راح تتفاوض الله هنا. الجهات الحكومية في ذي قار وكما جرت العادة حملت المتظاهرين المطالبين بحقهم في العمل مسؤولية أزمة نقص الوقود. المشكلة في التجهيز هي بسبب غلق أبواب دائرة الخطوط من قبل الأخوة المعتصمين المطالبين بالتعيين، هذا يدفعنا للنقل من المحافظات المجاورة. لكن أحد أصحاب محطات تعبئة الوقود كان له رأي آخر. المتظاهرين يطالبون بحقوقهم، احنا ما نغبن حقوق المتظاهرين، وعلى الدولة أن تأمن حقوق المتظاهرين حتى تمشي البنزين وكل الأعمال الدولة بانسيابية عالية. ولعل أكثر ما يثير السخرية حدوث أزمة مشتقات نفطية في خامس أكبر بلد من حيث الاحتياطي النفطي العالمي وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.